يخفون بدي اخلي الخصم ياخذ برج او برجين وافوز عليه. كيف؟ مش عارف. بدنا نجرب. يلا نشوف اول واحد. يلا ولك. شو هذا؟ لا يا زلمه خسرنا. هيك رحنا ثلاث تيجان، قول مكسير وكراكر. لا شو هذا؟ استنى شوي بدي ارمي اسهم. استنى شوي، قول مكسير. ايوه خليني ارميهم. تعال تعال والله اللي دافع، انت مش راح اعطيك برجين. انا قلت برج او برجين، فهذا المنوب ما بيستاهل برج الثاني. خلينا ننزل ماي قمين على اللي. بعدين معك. لا غلطت بالزاب. طب خليني انزله باولر بسرعه. يا اخوان زملكاتكم على الفيديو، هينا خسرنا يا زلمه. بدي اهجم ومعه كثير اشياء ضد المقبره والله. جوبلين جانج، سكارمي، اكسكيوشنر، كراكر. خذ لك. طيب خذ هذا. اسمع والله في امل اني ارجع. حلو خليني انزله باتس. طب اسمعوا والله ممكن يصير في بريدكشن هسه. معه سكلتون ارمي بالسايكل وجوبلين جانج، فبدي اخاطر. واحد اثنين ثمانية. سك اذا والله اني وحش ولا كبل على منوب. واحدة اعمل بريدكشن جوبلين جانج ولا خلص؟ لا لا ما بتفيدني اصلا اذا عملتها. شايف والله عارف بس على الفاضي، يعني برمي الزاب الجوبلينز راح يضلوا عايشين. طيب بدي ادافع عن الويزارد. يا اخوان والله في امل، في امل. خذ هذا. طيب شو معه بالسايكل هسه؟ العاب كويس ما نزلت بس مطورين والله ناس السيارة. طيب هسه في جولم والله عارف. خذ هذا وبسرعه ننزل له، او شوي بس ممكن انزل كراكر هون هسه. والله عارف يا زلمه مشكله مطوره هي، بتموتش بالاسهم على الفاضي راح يكون. طيب اعملكم كمان بريدكشن هالمره بالنص، راح يغير المحل سكلتون ارمي. واحد اثنين ثلاثه. اذا والله اني وحش ولا بريدكشن قبل جانج. بس والله اخوان لعبتها صح، ممكن يضرب الايلايت، ممكن يضرب بس ضربتين ضربتين ضربتين. واحد اثنين على الشباب. اذا والله زلمه، اذا والله اسطورتي ولا هذا اللعب. خذ باولر. احا سياف طلع من الشمال. حلو اسهم. اسمع والله لعبناها صح، ولك شوف الباولر اذا والله مجنون. زاب خسر هذا. شوف براجو 80 90. طيب والله خلصت دون مقبره فزنا عليه. خذ هذا بسرعه نزله بات من هون. والاسهم بدي ارميها، اقول لك شوي بس خليني ارميها زي هيك عشان تصيد البرج هذاك. وضربه ابلع يا منوب، قول مكسير بعطيك برجين ما بتستاهل. يا زلمة ابلع والله. اسمع لعبت فيك بريدكشنات، دير بالك. اول واحد يا اخوان، يا اخوان خذ لك رويال هوكس معه. شو التشكيله يا زلمه؟ يلا يلا اللي بعده. ثاني واحد ولك. العب ولك. يلا حلو. ايس سبيريت شكل فيهوك جاي يا اخوان. الهوك رايدر وينه؟ ولا كرم الهوك ولو جوبلين جانج. شو التشكيله هاي؟ نلعب جوبلين دريل. خسرنا. حلو رمى البويزن. طب بسرعه بدي اهجم العاد. حلو خذ البرج. بس ياخذ البرج يلا ابلع. راح برجه مستحيل يدافع يا اخوان. شوف الباندت واسطورتي. طيب يا اخوان اول الفيديو بدي اعطي بس برج، بعدين راح اصير اعطي برجين. يا بدناش نخسر من اول همال. ايه طب نزلت اسهم خلص من الجوست والمنيون. اصلا هي فكره الفيديو برج واحد مش برجين، بس انا قلت برجين ممكن لانه بس يلا عشان راح اعملها مباراه عشان ما تزعل انت وياه. لو طيب اذا معه جوبلين جانج، سبيريت، جوبلين دريل، كل هذول بالسايكل معه هسه، وبويزن حتى معه. لا في بطاقه ما صرفها. طيب نزلت له بس باولر زي هيك. يلعب شواب جوبلين بارل وجوبلين دريل. وحده الباولر. شو هذا باولر؟ زي ما تخوف اللي سنه بمدح فيك والاسطوره وانا اللي معي حجر و ماشي ماشي. دزت العملاق بالنص مع منين لانه هسه بسرعه عملاق. بدي اسهم عشان منين. شايف والله حرام لو معي ثلاثة كثير. خليني ارمي الاسهم من هون. وشو هاي الاسهم؟ يا اخوان على الفاضي. طب اللايت راح، اللايت واحدة اثنين عن الشباب. يا زلمة والله زلمة يا اخوان هذا البربر مش طبيعي. طيب بدي ادافع عن برج الملك انا، خليني انزل باس على الباندت.
والله عامل لي ضرر يا زلمة 2900. طيب بدي انزل له بابلر على الجهة الثانية هسا، لان ممكن شوف هسا والله غير يعملها، راح يهجم على برج الملك. شوف هسا كيف الجوبلندر الجاية، يلا نزلها. شو قلت لك؟ لايت بربيريانز. طيب بسرعة خلينا ننزل زاب على الجوبلين جانج، ما راح ارمي اسهم صراحة، انسى، خليه ياخذ دمج 1000، انسى. طب نزل ميجا من هون. بسرعة بس مطورين. حلو حلو حلو. يلا 1 2 3، عملاق ابلع يا منوي. غلبتنا يا زلمة. طب بسرعة اسهم زي هيك. ما في من ام الاسهم داعي هاي. بس عادي زاب. شو الاسهم هاي؟ والله الاسهم اللي رميتها قبل شوي ما لهاش داعي، والثانية غلط. مش عارف ماين. طيب ندافع، لأن ممكن يهجم هسه المنوب. بس باولر من هون سلم لي. شو هاد؟ ولك شو التشكيلة اللي عاملها؟ بويزن جوبلين بارل ولا اللي بعده؟ ثالث واحد ولك ولك العب. بتروح عليك، في تحدي لازم تاخذ برجي ولا بومبر. طيب العب والله كويس يا اخوان. واحد باخذ برجي بقولي كويس، بس لا اكسبو عن جد كثير سهل، يعني برجع بالجيم وانا نايم. طيب بومبر ونايت معه كمان، اكيد في معك سكيلتون وارشر هسه. طيب هاي سكيلتون، ضل الارشر. راح البرج من هون يخمون نسك. هسه بلش دوري يا منوب، يلا مش راح اعطي برج ثاني يا باول. بالله عليك هاي اللوك راح تكلفك البرج ولا بلو. طب هذا معه مبنى ثاني صح؟ كانون او تسلا. يا زلمه بعدني بحكي، استنى شوي. المشكلة ما راح اخذ دمج، بس راح اهجم. هاي الهجمة راح تكون هيك والله. يلعب شو هذا؟ شو عمل؟ قال لك هذا الانترنت عنده فاصل. شو بيعمل؟ حتى التورنيدو عنده ضعيفة. مش لهالدرجة، يعني انا اعطيتك برجي بس مش انه اعطيك برج الملك كمان. قال فكر بدي اخليه ياخذني ثلاث تيجان. من هو؟ خذ هذول. سايكل النايت. بس ما راح يفيده كثير يعني. حلو. راح الايلايت بربيرينز يا اخوان، البابلر ضرب ولك اسطوره، وصلوا شيل شيل. واحده الثانيه بدنا 4 ضربات، الثالثه الرابعه لين الشباب. اذا والله زلمه. طيب ما راح اوقف، بسرعه بدي اهجم عليه لانه صرف السبلات اللي معه. 1 2 7، خذ هاي المقبره وبسرعه عملاق بالنص. ترى يا اخوان يلا روح روح روح. صرنا نخلص هذا الجيم بسرعه. العملاق راح يكون العملاق، حتى العصارة ده معه اياها شايف على الفاضي ضعيفة. خسر خسر السكيلتون يا اخوان. مسك اضرب واحدة كمان واحدة. اذا والله زلام والله. اذا قديش دمج؟ حلو اسهم زاب جي جي. خذ هذا وخذ هاي، تلعبش ضدي ولو. اللي بعده 10-1 يا اخوان. خلونا نشوف الاسطورة هون. طيب كمان برل. طيب شو معك كمان يا زلمه؟ العب ولك العب بسرعه، فيش وقت، بدنا نلعب 60 جيم اليوم. طيب لانه في كم جيم بدي اعطيهم برجين انا، بس بالاول نرفع شوي. مش فاهم شو التشكيله هاي، يعني جوبلن بارل وفورن يا حبيبي وناي. شو كمان اكلنا هوا. اسم شو التشكيلات هاي؟ كراكر يخرب بيتها مقواها يا اخوان. ولا نفسي افهم الشركه ليش مش راضي تضعفها يعني. خذ لك، لا لا تعال تعال حبيبي، انت برج ما تستاهلش الثاني، تعال. انتوا لعيبة الميج نايت والجولم كسير ما تستاهلوش برجين. خذها طيب. اخذ برج وخاوة غصبة عنه. مستحيل يكون معه شيء اقوى من الميج نايت يعني. طب ايس ويزارد هذا على الفاضي، نزل له هذول. احتياطا يعني. بلالك بلالك شو هذا؟ هيك رجعنا بالجيم يا اخوان. اخو طيب معه ميج نايت ونايت وفاير كراكر وفورين وايس ويزارد. شو هذا؟ ولك انا شو عامل لك؟ طيب خلاص يا اخوان عشان ما تزعلوا، الجيم اللي بعد هذا بدي اعطيه برجين للخصم، مع انه والله يعني راح تكون مستحيله بس بدنا نجرب. طيب حاول خلص هذا الجيم بسرعه، المشكله تشكيلته سيئه والله. راح ارمي اسهم، لازم ما رميت بتعرف، ما هسه بكون معه كراكر بدها اسهم منوب. طيب خلينا ننزل له على الأسطورة. عمك أنت وياه يا إخوان، والله اللعب اليوم مش عاجبني. ليش؟ مش مركز. بكرة إن شاء الله مروح من الجامعة بخلص من إشي اسمه امتحانات. شوي عملاق، تعال 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 شوي تعال. طب باس على الكراكر، تخلص منها. معه زاب
طب خذ هاي. قلت لك لازمنا اسهم، صرفت عليها 4 كسير. تشكيلته صراحه مش كثير صعبه على تشكيلتي يعني. طيب خلينا ننزل الدبل بق، لا انسى، انزلت اسهم لعاد. خذ هذا من هون، واحده وحدي الباولر وكذروب. طيب خلينا ننزل اولايت بربيريانز بات مطورين. طيب نزل باولر بس من هون، حلو. اظن خسر صراحه، مستحيل خسر. شو هذا؟ شو بتعمل قاعد؟ خذ هاي بسرعه، بدنا ننزل له كمان عملاق نص هسه. 1 2 8 دافع كانك زلمه. عالفاضي هذا النايت لازم. شو بتعمل؟ طيب بسرعه مقبره من هون. في امل، في امل. لحق يا اخوان، 3 تيجان ولك روح الباس يا اخوان. روح شد يلا اسهم من لحقش. اللي بعده الجيم رقم 7000، خسرنا. بدي اخليه ياخذ برجين هاد، بدنا نحاول نرجع يا اخوان، والله صعبه. طيب رويال ريكروت، وشو كمان يا حبيبي؟ والله يا اخوان اخذ برجين بنفس الهجمه، احسن. خسرنا ثلاث تيجان راح اروح، والله مستحيل يا اخوان، والله صعبه هاي. طيب راح اوزع الايلايت بربيريانز انا جهتين بس زي هيك. شو هاد؟ بسرعة اسهم فاتس. فكر الانترنت عندي فاصل هاد. والله مستحيل يا اخوان، كيف بدي ارجع هسه اذا مع رويال ريكروت واشر مطورين وباتس مطورين؟ خذ لك وفشر يا حبيبي. لا لا والله مستحيل يا اخوان، انا راح احاول اهجم، اذا زبطت زبطت، ما زبطت راح اسلمه الجيم والله. طيب بس الكويس انه مش حاط رويال ريكروت مطورين، يعني كان هسه هذول نزلوا لازم مطورين. بس المشكله الارشر، الارشر مصيبه ورا. طيب تعال نشوف هسه كيف بدنا نعمل. نزيد زافه بسرعه، نحافظ على دم الباولر ونسحب هذول هون. طيب حلو، اسهم بسرعه، والله اعطاني فاليو اسطوري. بس على الفاضي العملاق تبخر. طب شوف شو بدي اعمل هسه، ممكن انزل في شرمان نص عشان يسحب الباولر، فبدي احط له بسرعه ايلايت بربيريانز عشان يغلط. بسرعه بسرعه ايلايت بربيريانز، انزل. والله كفو، والله كفو، والله كنت عارف. ممكن ناخذ برج وزن، كيف صار مسيكل امهم هذول؟ والله مستحيل يا اخوان، خذ لك. والله صعبه يا زلمه. طب شوي شوي بس، انزل زاف على الفاضي، راح يرجع فلل دمهم من البرج المنوب. طب اسمع بدي اجرب كمان مره، يعني زبطت الهجمه زبطت، ما زبطت خلص بس تفضل. اشرم مطورين ورا، يعني بقول لك خلص لا تهجم، ظل دافع. طيب مشكله بالون هسه مع المنوب. طيب بدي اوزع ال، اقول لك تعال تعال اوزع، ولا نفس الحركه بدي انزل باولر شوي. شو هذا يا اخوان؟ شو القرف هذا؟ جي جي مان، خلص هاي الاسهم على برج الملك حبيبي، خذ الجيم، احنا اسفين غلطنا. شو اللي بعده يا زلمه؟ اللي بعده جيم اخير يا اخوان، لازم افوز بصراحه، يعني بدي انهي الفيديو بفوز. بدنا نعطيه برج، برجين كثير صعبه، يعني بهدلنا هذاك. قال بويزن وروي ريكروت واشر مطورين وباس مطورين، ارحمني يا زلمه. طيب يا حبيبي شو هذا؟ ولك شو بتعملوا يا زلمه؟ ما صدق انه الانترنت عندي فاصل بسرعه، عشا كل شيء. طيب نجهز الاسهم. اوف شو هذا؟ اسهم؟ خرب بيته. العب. خذ هاي وبسرعه خلينا ننزل له باتس. صرف دبل كلون. طيب يا زلمه كراكر يا زلمه، وين ما اروح لحقيتني. طيب نستنى شوي، ممكن دافع العملاق هسه، دافع بسرعه نزل ايلايت. حلو ايلايت بربيريانز راح البرج يمنوب عشان تتعلم. بقوليش الكراكر راح ترجع. شوف شوف والله رجعت. شو هذا؟ شفت شو عملت انت؟ طيب بسرعه باولر. بتعرف ان الباولر غلط كمان؟ ممكن الابراج ما يمسكوا من بيكا هسه. مسك الكينج؟ والله ما مسك. حتى الكراكر ما صاب هالبرج هذا. خليها تاخذ ضربه، انسى. المشكله هذا تشكيلته غريبه والله، ويتش واستنساخ ومرأة ومين بيكا
وكراكر إذا مشو هذا. طيب شو بدنا نعمل هسه؟ عند الموضوع بدنا نحاول العاب، بده يروح الثلاث تيجان المنوط. طيب خليني أنزل العملاق، بدي أخذ البرج هذا نضمن عشان ندافع براحتنا. العاب شو هذا؟ شو بعمل؟ طيب راح أنزل باتس أنا على الويتش، بس تمسك البرج راح أنزلهم. طيب باتس من هون وحدي العملاق الميجا، والله زلا شو هذا؟ أكلنا هوا يا إخوان. راح ينزل من بيكا خليه يصرفه، وكنزل من بيكا والله ما نزل. ايوه والله فكرت راح ينزل نوصل من بيكا، كان والله فاز. بتخلص من الباولر وهذاك ذري على البرج. طيب خليه يوصل هذا انسى بات مطورين، والله تشكيلته بتخوف يا زلمه. بقول لك ترى على تبربيريانز، والله كان ضرب ضربته بتخوف. هذا 800 يا زلمه عملاق، هسه في بيكا يعني جدي عارف كمان. طيب انا بدي ادافع والله، ممكن هسه انزل جولدن نايت لانه المنوب او ميني بيكا. شايف؟ تعال 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 شو يا زلمه تعال، والله عليك التشكيلات بتخوف يا منو. البيكا وميني بيكا ومرآة وكماله اخوان، خلصنا التحدي يعني خسرنا مباراة وكانت مستحيلة صراحة. ماذر ويتش سمرورو وكروح. وبس يا اخوان هذا كان الفيديو، والله التحدي صعب، ما حداش يقول لي هون كنت العب التحدي هذا قبل شوي، انا امبارح صورت الفيديو والله والنهايه بعملها اليوم، يعني شو الهبل هذا مش فاهم. المهم هاي الجيم اللي خسرناه مع المنوب هوب، اذا مش لعيب بس وزع لي الرويال ريكروت ووزع الباتس كمان والارشر ومعه بالون وكشو هذا، وهون هذول جلدناهم. خلص اخوان ماركو يا زلمه، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. اذا مروح